الفرصه ديال انخراط هذا المشروع اللي تاحنا الفرصه ديال اننا نتبادلوا التجارب الفضله الجماعه ديالنا مع جماعات اخرى، وعطانا فرصه اننا نستافدوا من مجموعه ديال التكوينات من عند خيرات المؤثرين سواء على مستوى المديريه العامه للجامعات المحليه، سواء من خبراء والمنشطين ديال مؤسسات التعاون الدولي الالماني اللي في الحقيقه دائما يشيدون بما نقوم به لجماعات العرائش. فشكرا لمكتب جماعه العرائش اللي مكننا من هذه الفرصه والاشتغال في هذا المجال. المهم كيف ما قال السيد الرئيس، مشروع جماعه مواطنه كيجي في اطار التعاون الدولي. هذا المشروع هذا الشركاء ديالو هما المديريه العامه للجامعات المحليه والمؤسسه التعاون الدولي الالماني جي زد ومجموعه من الجامعات، جماعة الشركة من بينهم جماعة العرائش، وكاين 10 جماعات أخرى، مجموعة ديال 10 جماعات. الجماعة الشركة هي مكناس، خميسات، نملاب، بن قريب، بن سليمان، ورزازات، وتاونان، وتيزنيت. ولاحظتوا بأنه جماعة العرائش حضات في الجهة ديال الشمال هي الوحيدة اللي كاينة في هذا المشروع هذا. وهذا ما كيجيش عن فراغ، ولكن كيجي على كنت تذكرتوا بأنه الجماعة العرائش كان سبق لها انخرطت الشبكه المغربيه للمحاكمه التشاركيه، وفي الاخير عندكم واحد النظره على 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 هذا المشروع هذا كذلك. فيما يخص بالنسبه للسياق العام ديال هذا المشروع هذا، هو كيستمد من الدستور ديال المملكه ديال 2011، وخصوصا الباب الثاني عشر فيما يخص الحكمه الجيده اللي كتنص على تجويد الخدمه والمساواه للمرتفقين في الولوج المرافق العموميه، وكذلك مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا. كيجي كذلك كيستمد التنزيل ديالو من التأكيد ديال مجموعة ديال الخطط الملكية على ضرورة تحديث الإدارة المغربية وضرورة تجاوز المعيقات من قبيل البيروقراطية الإدارية، وكذلك تعقيد المساطر، وكذلك نحاولوا نهرسوا ديك عدم الثقة المواطن في الإدارة. من هاد كذلك كيستمد القوة ديالو ولا التنزيل ديالو من القانون التنظيمي ديال 113/14 اللي ينص في كثير من المواد ديالو على أن الجماعة هي إحدى مستويات التدبير الترابي للمملكة المختصة بتقديم خدمات القانون. كذلك البرنامج الحكومي كيف ما كتعرفوا بأنه ما فتئ أنه في الحكومة ينصون على ضرورة تحسين الإدارة، تجويد الخدمات الإدارية، وكذلك تحسين بنية الاستقبال، وهذا الشيء عرفت واحد مجموعة ديال الترسانة القانونية كيف ما كتعرفوا، كاين المرسوم ديال الحق في الولوج للمعلومة، كذلك الموقع ديال البوابة الوطنية ديال الشكاية بوامة، هذا كله هذو مجموعة من الإجراءات اللي دارتهم الحكومة باش تساهم تجويد وتحسين العلاقة ما بين المواطن والإدارة. المحاور ديال هذا المشروع هذا اللي نسيت ما ذكرتكمش بانه هذا كيمتد من 2015 حتى 2021، هذا عنده ثلاثه المحاور الاساسيه كيرتكز عليها، هو دعم الجامعات لتحسين خدمه الاستقبال، وكذلك المحور الثاني هو دعم الجامعات لتحسين التواصل، ودعم والمحور الثالث هو اللي كيهم تشجيع وتعزيز الاليات التشاركيه لتجويد الخدمات الجماعيه. انا نعطيكم بشكل ملخص، لانه كيف ما قال السيد الرئيس كاين جوج العروض، كاين عرض غيتكلموا فيه يتكلفوا فيه الاخوان في القسم الثقافي سواء الاخ عبد السلام او الاخت رجاء ما يتفقوا بينهم، وكاين كذلك السي عبد الرزاق البريري والاخت شفاء غيتكلموا في واحد الجانب ديال تدبير الشكايات والتقييم الذاتي. فيما يخص الكيفيات ديال كيفاش نزلنا هذا المشروع ديال جماعه مواطنه في العرائش، بعد واحد المجموعه ديال الاجتماعات مع المسؤولين ديال جي اس ال، كنا اتفقنا مع المكتب ديال جماعة العرائش على أنه كنظمت واحد الأيام تشاركية بدات من 27 مارس حتى 31 مارس، واحد خمسة أيام كانت شهدت واحد المجموعة ديال التقنيات ديال التنشيط، تقنيات عصرية في التنشيط، وكان تمخض عليها واحد التقرير شامل. التقرير هذا كيعرض المجموعة ديال النقائص اللي عندنا في الجامعة، مجموعة الممارسات الجيدة عندنا في الجامعة خصنا نتبنوها، وكان وعلى الضوء ديال هذا التقرير هذا، على الضوء ديال هذا التقرير بلورنا واحد الخطة عمل وفق واحد
واحد لاجوندا زمنيه محدده. بالطبع لاجوندا الزمنيه كيف ما تلاحظوا لانه تبع الاكراهات ديال التسيير اليومي وكذا، كيكون فيها دائما هناك تعديل وفق المسجلات. بالنسبه ملي بلورنا هذه الخطه العمل، عطاتنا اننا خصنا نحققوا اربعه اهداف اساسيه في هذاك التشخيص اللي عملنا. عطانا هذيك الخطه العمل، وخطه العمل بنينا فيها واحد اربعه اهداف اساسيه خصنا نعملوا على التحقيق ديالو. الهدف الاول كان هو تجميع وتوحيد المساطر الجامعه في دليل شامل ومبسط. ربما يتساءل الانسان بانه كاين هناك دليل ديال وزاره الداخليه معتمد، وما الهدف اننا نديروا دليل. الدليل اللي دايره وزاره الداخليه فهو دليل لجميع المرافق ديال وزاره الداخليه، ستادير كتجبر الاسطاره ديال كيفاش تعدل البطاقه الوطنيه اللي هو باش اختصاص الجامعه، كيفاش تعدل الباسبور. قلنا غنديروا واحد الدليل اللي كيهم الاختصاصات ديال الجامعه. وفي اطار الاشتغال على هذا الدليل هذا، وما يفوتنيش هنايا ضروري ما نشكر جميع رؤساء الاقسام وبعض الاخوه اللي اشتغلوا معنا، وكانوا كيشتغلوا معنا بكد، وكاين واحد التجاوب اللي هو ايجابي كبير. ولاحظوا حتى الاخوان في مكتب الدراسات اللي كان معتمد من طرف جي اس زد، حسوا بهذا الديناميه في العريش وكانوا سجلوها بايجابيه. ملي كنا كنخدموا على هذا الدليل ديال توحيد المساطر، بان كان هناك واحد الاقتراح من عند مكتب الدراسات ديالنا انه بالموازاه مع هذا الدليل المساطر نديروا واحد الدليل المساطر داخلي. الدليل المساطر الداخلي كيرسم المسارات كيفاش كتعدل الوثيقه. سيتادير كنعرفوا بان مثلا غنديروا الدفتر ديال الدفتر العائلي، كنعرفوا المساطر ها هي، كنعرفوا السند القانوني ديالو، كنعرفوا الوثائق المطلوبه، ولكن كيفاش كدير هذه الوثيقه؟ كاين واحد الرسم بياني كيشرح هذه العمليه. المهم حنا بالاجراءات اللي كانت مواكبه لهذا العمل هذا باش نحققوا هذا الهدف الاول، تعيين فريق اول، فريق عمل. فريق العمل اظن لما خاتنيش الذاكره كان فريق العمل فيه الاخ رشيد والاخ ياشيري والاخت شفاء والاخ فؤاد بخيار. اول اجراء درنا هو رسمنا الساده رؤساء الاقسام على الاجراءات والمساطر المعتمده حاليا في الجامعه. وبعد ما حسسناهم بالهدف والغايه من اعداد دليل المساطر. وهنايا لابد ما نشير على انه في تحقيق هذا الهدف كان هناك واحد العمل دار في 2013 و2014 مع جمعيه مدينتي في اطار مشروع الولوج الحق الولوج المعلومه. ساهم كبير لانه جبرنا المساطر موجوده كاينه معدله. اذا حنا حاولنا نديروا تحيين ونزيدوا عليها ما هو جديد، وكيفناها مع الدليل ديال وزير ديال 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 وزاره الداخليه. كاين كذلك في هذا الاطار هذا من بين الاجراءات اللي عملناه هو عملنا يومين تكوينيين في التقنيات ديال اعداد دليل المساطر الداخلي اللي هضرت عليه قبيله، اللي كترسم المسارات ملي كتعدل الوثيقه. بالنسبه لهذا الهدف هذا، حنا راه تقريبا الجامعه الوحيده اللي حنا افونسي، حنا الاولين، لان التجربه ديالنا عرضناها في الكناس كانت تجربه رائده، وكانوا تسالوا على شنو السر في اننا وصلنا لهذا المستوى ديال التقدم في هذا المشروع هذا. وكنا شرحنا للاخوان هو انه قلنا كاين لو سوتيان ديال الساده اعضاء المجلس، وكاين الانخراط ديال الساده رؤساء الاقسام والموظفين اللي كيوكبوا معنا هذه العمليه. المهم بالنسبه لحاله التقدم في هذا الهدف هذا، المساطر واجده حاليا. دابا حنا في لافاز ديال الطبع، ونقول لكم بانه الطبع تكلف به مؤسسه التعاون الدولي الالماني. وفي هذا الاطار هذا كذلك، بالاضافه لهذا الدليل المساطر هذا، كاين اتفقنا مع المسؤولين ديال جي زد انهم يطبعوا لنا واحد 15 مسطره اكثر تداولا عبر دي فلاير وملصقات و دي ديبلين. يعني باش وهذا الاختيار ديال هاد اكثر المساطر الاكثر تداولا تم بطريقه تشاركيه، اتصلت بالاخوان في التعمير، الاخوان في الحاله المدنيه، الاخوان في المكتب الصحي، كلهم يعني حاولنا نشوفوا المساطر الاكثر تداولا باش هي اللي دابا حنا حاليا رحنا في المرحله ديال كنتفقوا على الشكل النهائي للطرف. هذا بالنسبه للهدف الاول، نسبه انجاز هذا الهدف رحنا في 90% تقريبا.
هادو واحد المجموعه ديال الصور القطاعات ديال مكتب الدراسات مع مجموعه تاع الاقسام كيتبير على علة ديك البنايه على حيت ما تسطح. بالنسبه للهدف الثاني، الهدف الثاني كان في خطه العمل هو احداث مصلحه الاستقبال وتنظيمها بطريقه ناجعه تستجيب لانتظارات المرتفقات والمرتفقين. قلت بالنسبة للهدف الثاني كان هو إحداث مصلحة الاستقبال وتنظيمها بطريقة ناجعة تستجيب لانتظارات المرتفقات والمرتفقين. هنا بالنسبة لنا باش تكون معكم واضح في هذه المسألة، هذا إلى حد ما دائما كان عندنا الرهان هو الرهان على المقر الجديد ديال جماعة العريش. ونظرا لتقدم الأشغال في الاجتماع الأخر ديال تحيين خطة العمل، اتفقنا مع الناس مع المسؤولين ديال الجهه الزاد بانه هاد الهدف هذا نخدموا عليه في المقر الجديد ديال جامعه العريش. ولكن كان عندنا نقاش اولي في الاول هو انه هاد الاستقبال ما نديروهش يعيف المقر الجديد ديال الجامعه، ولكن نعموه على السبعه الملحقات الاداريه اللي كاين. وكان هناك اتفاق مع الاخ حكيم المستشار ديال الملحقات الاداريه، تم تعيين واحد 14 موظف وموظفة، وتقريبا كنا درنا واحد المقاربة ديال كل ملحقات درنا فيها موظف وموظفة باش يكونوا هما كيديروا الاستقبال وميم طون كيديروا الإرشاد. واللي كنطمحوا من بعد هو أن نمشيو نوليو هادو كيديروا حتى التدبير في الشكايات. المهم هذا هو هذا الطموح ديالي. المهم بالنسبة لهذا الهدف هذا، حقا كان هناك توصيه ديال انه ضروري نضمنوا في الاورغانيغرام الجديد، نضمنوا هذه المصلحه تولي مؤسسه في وسط الاورغانيغرام. كاين كذلك درنا واحد مجموعه الايام تكوينيه في اطار التشريعي والقانوني، كاين في التواصل في تدبير الشكايات باش الانسان اللي يكون في الاستقبال يكون على درايه، على الاقل يكون على درايه باختصاص الجامعه، شنو اختصاص الجامعه، شنو اللي ماشي اختصاص الجامعه. المهم انا كما قلت لكم قبيله، هذا الهدف هذا مرتبط بشكل كبير بالانتقال الى المقر الجديد ديال جامعه العريش. هذا المشاركه ديال المجموعه ديال الاخوان جامعه العريش في مدينه الخميسات ومدينه مكناس. بالنسبه للهدف الثالث هو تلقي وتدبير شكايات المواطنين والمواطنات. المهم من الاجراءات هو احداث واحد الوحده لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجامعه. وكان الاجراءات هو تعيين الموظفين بهذه المصلحه والاتفاق على النموذج، كيفاش هذا النموذج ديال الشكايه انا نعطيه للمواطن باش ينزلوا الشكايه ديالو. وكما قلت لكم قبيله كيف ما كاينه في الهدف الثاني، يعني كاين شي مسائل اللي هي ترونسفيرسال، نعلموا التجربه حتى للملحقات الاداريه وكذلك. وهاد الهدف الاول والثاني والثالث كاين واحد الاجراء اللي هو كنقولوا افقي ضروري، هو الاخبار بالمواطنين بهذا الاجراء. انت درتي دليل المساطير خصك تخبر الناس، درتي اليه ديال تلقي الشكايات مع المرتفقين خصك تخبر الناس. المهم هذا واحد الاجراء اللي هو ترونسفيرسال. بالنسبه لحاله التقدم هنا في هذا الهدف الثالث، هو حاليا تم احداث ديال هذه الوحده وتم تعيين الموظفين ديال مثلا الاخ عبد الرزاق الدريلين، واظن كاين الاخت ساره البوشيخي والاخت ماجده الشبراني، هذو ثلاثه الاخوات. كاين الاكراه الاخوان كيف ما كتعرفوا في الموظفين، كاين الاكراه حاليا بالمقر الحالي ديال الجامعه لا يسمح باننا نحطوا حاليا مصلحه ديال تلقي الشكايات، ولكن في المقر الجديد ضروري التضمين ديال هذه المصلحه في الاورغانيغرام بيان سور. وكيف ما كتعرفوا بانه كانت هناك رساله ديال وزير الداخليه مؤخرا اظن في شهر فبراير اللي كتنص على هذه المساله هذه، فتحت عليها وجات انسجاما مع داك الشيء اللي كنشتغلوا به. هادو مجموعه ديال اللقاءات بالتنسيق مع السيد نائب الرئيس بالاليات ديال كيفاش نتدبروا الشكايات. بالنسبه للهدف الرابع هو تنظيم التواصل بالجامعه وتمكين المواطنين من المعلومه. وهنا كان ضروري دائما كنهضروا على تنظيم الاداره، ضروري تخصيص واحد مكتب التواصل العلاقات العامه
بالمقر الجديد ديال الجامعة ويكون مضمن في الهيكل التنظيمي للجامعة باش يكون مؤسس. بيان سور تمكين المكتب من وسائل العمل البلورة واحد الآلية لتعني المعلومة على المستوى الداخلي. هاد البلورة الآلية لتعني المعلومة على المستوى الداخلي كاينة واحد الانيسياتيف دابا اللي محببة إلى حاليا. كاينة واحد جروب واتساب ديال المديرية ديال المصالح يتبادلون فيه الإخوان السادة أعضاء رؤساء الأقسام وبعض الموظفين المعلومة، وهذا شكل إيجابي على مستوى تداول المعلومة. ولكن في إطار العقلتو في إطار التشخيص كان هناك توصية ديال أنه يتعقدوا لقاءات شهرية أو نصف هذه باش يكون كاين باش تدوز المعلومة. كذلك تم تنظيم أيام تكوينية متصلة بالموضوع. وكاينة مسألة أخرى اللي هي إيجابية بزاف، هي أنه الإخوان في منطقة جماعة العرائش طلعوا على مجموعة ديال التجارب جماعة أخرى شنو كيعملوا في التواصل، وهذا شيء إيجابي باش بنادم كيحاول أنه يكيف ديك الشيء على خصوصية الجماعة ديالها. المهم دائما حالة التقدم في هذا الهدف هذا الإخوان فهي مرتبطة بشكل أساسي بالمقر الجديد ديال الجماعة. وكذلك لابد من نشير بأنه إطار إحداث آلية تقديم المعلومة فقد تم تعيين أحد أطر الجماعة للقيام بهذه المعلومة. وكما كتعرفوا بأنه ابتداء من 12 مارس أصبح المرسوم سالي المفعول ديال الحق في الولوج للمعلومة. كاين كذلك لابد من نشير لأنه على مستوى التواصل ديال الجماعة عندنا جماعة عندنا صفحة ديال التواصل الاجتماعي ديال الفيسبوك يعني مفعلة في وسط الجماعة، وهذا شكل كنسجلوه بإيجابية. قبل من هادو هما الاهداف الاربعه ديال المشروع. قبل من هادو بعض النماذج اللي ممكن نديروهم في ديال الشيء ديال لي ديبليون هادشي. كاين مثلا دليل الشوائيه الاداريه، دليل الحاله المدنيه، باش كيجي المواطن على مستوى التواصل والحضور والاستقبال كتقدم هاد الخدمه. قبل ما نسالي ونطلب الاخ عبد الرزاق باش يتكلم في ما يخص تدبير الشكايات ويهضر في لوطو وفي ما يسمى بالتقييم الذاتي. التقييم الذاتي جاء الاخوان في اطار تفاعل على مستوى الهامش ديال اللقاء ديال الكناس. كانت خرجت التوصيه من جماعه الشركه بانه ضروري نبلغوا واحد الاليه مشتركه بين جماعه الشركه في هذا المشروع، هذا هي الاليه مشتركه للتقييم الذاتي. وهذا الشيء راه ما كاين انسجاما مع الماده 272 القانون التنظيمي 113. المهم من هي الفرصه احنا مجموعين ضروري باش نذكركم بانه جماعه العريش سبق لها شاركت في مشروع ديال الشبكه المغربيه للحكم التشرفيه اللي امتد من 2015 ل 2017. هذا المشروع هذا اللي يمكن مجموعه القطور ديال جماعه العريش من الاستفاده من مجموعه من التكوينات، وكانت عندهم فرصه ديال انه عرض التجارب ديالهم. وانا حاليا اتذكر بانه تم عرض التجربه ديال الميزانيه التشاركيه لفريق المحرك والطريقه كيفاش قبلوها الناس وكيفاش شافوا واحد الطريقه جديده في المقاربه التشاركيه قبل ما تم التنزيل ديال الاليه ديال التشارك ديال اللي كنص عليها القانون. كاين كذلك هو الاطلاع على بعض الممارسات الفضه ديال الجماعات الاخرى. كاين لابد من نشير كذلك بانه جماعه العرائش بفضل الديناميه ديال الساده اعضاء ديال مكتب جماعه العرائش انخرطت في الترشيح لميزات جماعه مواطنه. الترشيح هذا اللي دا من اكتوبر 2017 حتى ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2017، واحد العام تقريبا. هذا واحد العام اللي هو السيد الرئيس والسي مومن كانوا حاضرين معنا في هذه العمليه، وتا الاخت ناديه كانوا حاضرين معنا في هذه العمليه. كان واحد العمل مضني لانه كان مطلوب من الجماعه انها بحال تقول انوديت، بحال اللي كيجي وكيعملوا معك انوديت وكتعطى واحد المصفوفه ديال التقييم الذاتي في واحد المجموعه ديال الحاجات، شنو كنديروا شنو اللي عندنا، شنو اللي متقدمين فيه، شنو فين عندنا النقائص. والحمد لله الديناميه ديال الانخراط ديال الساده اعضاء ديال المكتب والموظفين ديال جماعه العرائش استطعنا انه في الاخير جماعه العرائش تكون بين الجماعات اللي حازت على ميزه جماعه مواطنه. وشكرا. كبروا المواطنين بهذا الشكل هذا. كان في اطار تحيين مؤخرا ديال خطه العمل
مع المزدور ديال جي اس زد هو انه في الافتتاح ديال المقر الجديد ديال الجماعه غنظموا ابواب مفتوحه. هذه الابواب مفتوحه هو غنعرضوا فيها دليل المساطر وديك الديبليون كاملين ونعطيوهم بشكل مباشر للمواطنين ونشرحوا لهم علاش كنديروا هذا الشيء. وبالطبع نستعملوا المواقع الالكترونيه وجميع الوسائل ديال التواصل المتاحه. كاين كذلك فيما يخص التساؤل ديالك فهو منطقي وعاد كان في صلب ديال النقاشات ديالنا في اطار ديك التصاور اللي بين قبيله الاخ رزاق هو انه هاد الاستمارات اللي كاين هما اون كور فاليداسيون حيت ماشي مقل ماشي نهائيين. عرفتي علاش ماشي نهائيين؟ قلنا نبداو بهم نبداو خصنا نديرو الديماراج. واللي معطلناه هو انه ما عندناش فين نحطو الاليه دابا. يستحيل المقر الجديد انتم ولاد العرايش وعارفين ولاد الجماعه يستحيل ان نحطو اليه جديد وتعامل جديد في ديك المقر. اذا الرهان هو على المقر الجديد ديال الجماعه. وفي اطار الابواب المفتوحه غنشرحوا لتان الناس كيفاش اللي كيعرف يقرا ويعرف هذا راه العمليه غنسهلوا معاه اللي غتكون العمليه سهله. ولكن اللي ما كيعرفش الناس اللي في وسط الخليه ديال الشكايات هما المكلفين باش يديروا هذه العمليه وينزلوا هذاك المعطيات من عنده. راه قبيله شرحها الاخ عبد الرزاق يعني عمليا هما يكونوا الاليه كيفاش ينزلوا. وباقي بالتفاعل والوقت ما عطاناش ما نكذبش عليك والوقت ما عطاناش لانه في اطار كان عندنا واحد لاكس ترونسفيرسال هو انه هادشي ديال المساطر اكثر تداولا ما كناش بغينا نحدوهم بديك الطريقه ديال انني كاننا منسق ونعيط لرؤساء الاقسام ونقول لهم شنو هما اللي عندهم اكثر تداولا. كان عندنا فكر اخر ولكن نظرا للاكراهات ديالنا والاكراهات ديال الشريك ديالنا جي زد وكنا غنديروا ورشه مع المجتمع المدني كما درتو في المحور الثالث الاليات ديال المقاربه ومع هيئه المساواه والتكافؤ والفرص. هما في اطار حنا نعطيوهم شنو كاين نعطيوهم لي ستاتيستيك ديال المساطر المتعاقين اللي كيخرجوا بزاف كذا وهما يحدوا معنا المساطر الاكثر تداولا. المكان جوج لوجيستيك والمكان فين غيكون هذا السيد وكيفاش. ماشي محمد سي محمد راه هضر قبيله كيهضر على المساطر اللي مع المقيم بحاله مدنيه وكذا. انا كنهضر معاك على اي معلومه جا السيد جا اليوم قال لك انا خصني نسخه من الميزانيه خصني تصميم المديري ديال التهيئه والتعمير والتعديل. المهم ما عرفتش اي وثيقه. كاين وثائق اللي هما بساطين كاين وثائق اللي هما باقي ما بانش كيفاش غنديروا هذه العمليه. هاد النقاش حنا مطالبين في الجامعه باش نديروه مازال ما عملناه باش تكون معك صريح مازال ما عملناه. ولكن حاليا تفاعلنا حيت كانت هناك رساله ديال وزير الداخليه في الموضوع تفاعلنا معها وعيننا موظف لهاد العمل. ولكن تنزيل الاليات عندنا الاكراهات اللي هي ذاتيه وموضوعيه. عندنا الاكراه ديال هذا قلت لك المقر واللوجيستيك وكذا وعندنا الاكراهات كيفاش وشنو هي المواد المرسوم كيحددها. كاين وثائق كاين مسائل ولكن مازال ليست مفعله باش تكون بصراحه. شكرا للجميع شكرا للحضور.